اليوم فقرتنا حبينا نحكي عن الضغوط النفسية، أو فينا نقول حتى أكثر التأثير النفسي والعامل النفسي على مرض الكورونا. مشان هيك حبيت استضيف الدكتور أحمد تاجي، اختصاصي بعلم النفس وأمراضه. كيفك دكتور؟ أمراض نفسية، طبيب نفسي. أمراض النفسي طبيب، هو أكيد طبيب نفسي. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور. هلأ الكورونا هي تعتبر ما يسمى بالمرض طويل الأمد، تمام؟ فإله تأثير نفسي وجسدي. خلينا بهالفقرة نركز أكثر على الآثار الجانبية النفسية خلال المرض وبعد الشفاء، شو ممكن تشمل؟ تمام. هلا كثير بحوث عم تجرى هلا على التأثير النفسي والآثار النفسية للموضوع الكورونا. هلا أكيد واضح، هلا صار معنا 100% الآثار النفسية والاجتماعية اللي ظهرت بعد ما انصاب الواحد بالكورونا، وبسبب طبعا الحصار والتوقف عن العمل والأمور الاقتصادية والعادة بالبيت وكل القصص هي. لكن هلا في كثير بحوث عم تجرى حتى على نسبة الإصابة بالكورونا، هل تزداد؟ لقوا كثير بحوث صارت في أمريكا، وجدوا أن المرضى النفسيين معرضين للإصابة بفيروس كورونا أكثر بكثير من الأشخاص الثانيين. تمام. قد يكون الأسباب كثير شغلات، ممكن بتعرفي كورونا بتسبب انخفاض بضغط الدم، فبيخف الضغط الدم على الدماغ، ممكن يؤدي هذا نقص بالتركيز، نقص بال ممكن يؤدي موضوع الكورتيزول وزيادة الكورتيزول بالجسم، هذا بنخفف المناعة. نحن بنعرف أن جسمنا كله مرتبط مع بعضه، صح. الدماغ مع الجهاز المناعي، وجهاز مناعي مرتبط مع الأمراض النفسية. تمام. هذا كلياته عم يأثر على الموضوع، لذلك البحوث وجدت ما بعرف مدى صحتها، ولكن بيحكوا على 60% نسبة الإصابة عند المرضى النفسيين أكبر بفيروس كورونا. هذا إذا عم نحكي عن المرضى النفسية، ولكن كتأثيرات الحقيقة هي واضحة، صارت أكثر الأشخاص اللي عم يتعرضوا للإصابة بالكورونا عم يراجعوا العيادات النفسية، مصابين بالاكتئاب، مصابين بالقلق، مصابين حتى ممكن هلأ نسمي شيء نوع بهلع متعلقة خصوصا بالكورونا. صح يعني صح صح. عم يخاف يعني مو بس من الطيران ولا من القطط ولا لا، هلا صار في شيء اسمه خوف من الكورونا. حتى في شغله يعني قريتها هلا من جديد كثير غريبه، انه نحن بعد 3 أسابيع بالتحاليل بنلاقي انه شفي مريض اللي بينصاب بالكورونا. الحقيقه المرضى اللي عندهم حالات نفسيه عم بتكون الفتره اطول بكثير، يعني عم تمتد لشهر شهر ونص، عم بيضل الاصابه موجوده بالتحاليل. فالربط الحقيقة بين الموضوع النفسي لسه بده وقت ودراسات كتير، بس هو موجود أكيد وواضح. طيب معناته خليني روح على شق مهم للسؤال بعد جواب حضرتك، أنه معناته بهالحالة هل العامل النفسي بالنسبة لمرض الكورونا أو مثلا تأثيره على الشخص هو ممكن يأثر بشكل كبير؟ يعني شو بقصد؟ أحيانا مثلا كانسر نفسيا كثير بيتأثر بالكانسر وبيزيد، فلقينا مثل عم تقول حضرتك انه في دراسات الاشخاص اللي بيتبعوا او بيكون عندهم ضغوط نفسيه هن اكثر عرضه للكورونا 4 أضعاف الاشخاص الطبيعيين. 100% اكيد. فهذا الشيء بياثر اكيد، وحتى عملوا بحث على اللي دخلوا العنايه المشدده. تمام. لو اكثر اللي دخلوا العنايه المشدده الناس اللي انصابوا بالكورونا وهن عندهم حاله نفسيه. يعني الحالة النفسية عم بتزيد من شدة الإصابة بالكورونا. وإذا ما كان في حالة نفسية بالقبل، الإصابة بالكورونا عم بتأدي لحالة نفسية. فبالموضوعين نحن بحاجة لدعم نفسي واضح صار. يعني نحن بنعرف هلا مثل ما حكيتي حضرتك مرضى الأورام الأكثريتهم هن بكل دول العالم بيتعرضوا أو بياخذوا جلسات علاج نفسي. جلسات العلاج النفسي لأهميتها مثل ما ذكرتي قبل شوي. فأكيد هلا كل البحوث عم تروح باتجاه إنه نشتغل على هالموضوع هذا. طيب دكتور حضرتك، وفي دكاترة كتير بيحبوا دائما بيقولوا روحوا على الطبيعة، اطلعوا على الحدائق، عشان هيك عم تصوروا بالطبيعة. تمام. عشان هيك اليوم نحن قررنا نصور بالشارع على الشجرة، الألوان الخضراء، في طاقة إيجابية. قديش ممكن تأثر فعلا دور الطبيعة على تأثير الشفاء؟ هلا اكيد ما في شيء واضح، ولكن يعني اذا بنرجع شوي بالتاريخ بنلاقي اكثر المصحات النفسيه اللي كانت زمان، يعني قبل ما يكتشفوا الادويه النفسيه ويصير المصح النفسي فقط للحالات المزمنه، كثير كان زمان اكثر مرضى النفسيين حطوهم مصحات نفسيه. بتلاقي المصحه مثلا بسوريا، مصح بن سينا هو مصح موجود بمنطقه كانت كلها خضار، كلها أشجار، فيها انهار، فكان دائما يهتموا بدور الطبيعه على الموضوع النفسي. اكيد يعني واضح، احنا اذا بنتمشى بجنينه بنشم ريحه الهواء النقي، بنطلع على الجبل بنحس نفسيتنا كلها ارتاحت. اصلا نحن بنضلنا بنحكي هيك انه نحن اذا خلينا نطلع نفسيتنا تعبانه خلينا نروح نرتاح بالجبل. تمام.
ما نطلع على اللاذية، نطلع على جبال نرتاح شوي، فأكيد التأثير موجود. بس أهم شيء نحن نهتم بالموضوع النفسي عن جد، عن موضوع الكورونا، لأنه التأثيرات عم تمدد لفترات طويلة، وخاصة عند الأشخاص اللي بالأصل عندهم مشاكل، خاصة اللي عندهم وسواس قهري، اللي عندهم قلق، اللي عندهم اكتئاب، عم بيزيد كثير الأعراض بشكل واسع. طيب دكتور، عم نلاحظ آخر فترة في حالات وفيات ناتجة عن الانتحار بسبب ضغوطات إلا جائحة الكورونا، هل يا ترى أنه ممكن هالشي يكون صح، ولا أنه إمتى إذا الشخص بده مفترض أشخاص عم تنتحر بسبب الكورونا، فهي خلال المرض أو بعد الشفاء، يعني إمتى بتوصل الذروة؟ ويا ترى في أشخاص بما أنه وسواس قهري بيخافوا كتير ينصابوا من الكورونا أنهم ينتحروا عشان ما ينصابوا؟ هلأ نسبة الانتحار بشكل عام بكل دول العالم هي بحالة ارتفاع، يعني مشكلة الحياة صارت بشكل متسارع لكثير من الأشخاص ما عم بيلحقوها. تمام. التسارع هذا عم يشكل لهم مشكلة نفسية، عم بتأدي بالنهاية لأنه ما يقدروا يتحملوا، فعم بيروحوا باتجاه الانتحار. أكيد الانتحار عم بيزداد، حتى إصابات الكورونا أدت لزيادة بحالات الانتحار واضحة. الربط بيناتهم مو واضح 100%، بس في زيادة أكيد. يعني في شيء له علاقه، طبعا في شيء له علاقه، لانه نحن طالما ازدادت الحاله النفسيه فحيزداد حالات الانتحار اكيد، لانه في دائما نسبه من الاشخاص اللي يعني نسبه اللي بيقوموا بالانتحار من المرضى النفسيين هي الاكبر. تمام. طيب دكتور، هلا عم نلاحظ انه او في دراسات فيك تقول انه كل 4 مراهقين في مراهق منهم عم يصاب باكتئاب الكورونا، وصلنا لهالنسبة هون بسوريا يا ترى؟ ويا ترى شو ممكن انه كيف يعني كيف نحن فينا نساعد اذا فعلا، بما انك انت اصلا بتشوف كثير مرضى بعيادتك؟ هلا شوفي، انا بحب دائما شبه الموضوع الحقيقة الكورونا هو بالنهاية في شيء عندنا نحن بالطب النفسي اسمه تروما، اللي هي الصدمة. تمام. النفسية. تمام. هلا نحن اثناء الحرب على بسوريا اللي صارت كثير شفنا اعراض لمرض ما كنا نشوفه كثير، هو اضطراب شدي ما بعد الرد. هذا المرض هو بينتج الحقيقه عن صدمه معينه، صدمه متعلقه بخوف من الموت او خوف من موت احد اقاربه او كذا. هذه الحاله هي شبيهه جدا بالحاله اللي فيها كورونا، هو حدث يقع خارج نطاق طبيعي للشخص. يعني نحن النطاق الطبيعي لنا مثلا انه نشوف حادث سير، نشوف شويه دم، بس مو نشوف حوادث هيك كثير مفجعه. الكورونا كانت حادث خارج النطاق الطبيعي، سبب لنا عجز، وهذا اهم سبب لنسمي شيء تروما او الصدمه. فالحقيقه هو صدمه اصابت كل الاشخاص بشكل عام، نسبه كبيره منهم. فذكر الصدمه هي مشكلتها انه هي بتعلق بمنطقه معينه من الذاكره، يعني نحن بالعاده الذاكره تبعنا بتروح على منطقه اسمها اللوزه، بعدين بتروح على الحصين، بصير توازن بالجسم بعد 20 دقيقه، ولكن نحن بموضوع الصدمه بتضل الذكريات باللوزه مثل كانه اشاره حمراء بتعطي اضويه عم تسوي لنا اعراض جسديه ونحن ما بنعرف. كثير من الاشخاص بعد الكورونا بيجوا باعراض جسديه وما بيعرفوا شو السبب الاعراض الجسديه هي اللي عم تصيبهم، بصير عندهم اضطرابات نوم، بصير عندهم انخفاض مزاج، وما متوقعين، لانه هن كانوا بحاله ثبات كامل، ما توقعوا هالاثر هذا التروما هيدي اللي هي كورونا واثرها عليهم. تمام. طيب دكتور، كيف بما انه احنا كنا عم نحكي عن الاطفال، عن المراهقين والشباب وتاثير الكورونا عليها، شو بدهم يعملوا الاهل لحتى انه ما يوصلوا لمرحله الانتحار بسبب هالضغط، وبنفس الوقت كيف الاولاد بيقدروا يساعدوا اهلهم من ضغوط الكورونا؟ هلا نحن بالكورونا عندنا مشكله بين الخوف من الاصابه بالكورونا، حاجه يعني انه الشخص هذا بيقول لك انا ما لازم اروح لعند العالم لانه ممكن صيبهم، بس بنفس الوقت انا بحاجه للدعم النفسي، اكيد بحاجه لاشخاص يجوا يحكوا معي، حاجه للاهل. انا برايي يعني وكثير من المنظمات حكت على موضوع انه حتى لو انت ما بتقدر تروح لعند مريض الكورونا عشان ما تصير اصابه عندك، فانت ممكن تحكي معه على التليفون. صح. كل يوم ساعه نص ساعه تقله، تشوف شو مشاعره وشو افكاره، ممكن تقرب عليه من منطقه بحاطه كمامات، ما بيصير الابتعاد هذا اللي عم ياثر كل ماله على الاصابه بالكورونا وعم يزيدها. كتير مهم انه نحن قدام الاطفال نشرح لهم عن موضوع الكورونا بطريقه مبسطه مثل ما هن بيفهموها، مو نقول لهم كورونا ومرض وكذا، لا، فينا نعمل لهم اياها لعبه، فينا نعمل لهم اياها بطريقه انه تعالوا نعمل صابونه بتقتل الجرثومه كذا، يعني شوي شوي بطريقه بسيطه، بس نحن اللي شكلنا الخوف بالاطفال من خلال الخوف اللي دب فينا، وهذا شيء طبيعي. بس هلا بلشت الامور تستقر شوي نوعا ما، بلشوا الناس يقدروا يتاقلموا مع الموضوع، لانه ما كل شيء بياخذ مدى، مع المدى ببلش يتاقلموا معه الناس. شكرا كثير لك دكتور احمد على هالمقابله الحلوه كثير. وبتمنى ما يخافوا المشاهدين، أكيد. يعني نحن اكيد عم نحكي على فئات معينه، يعني بس انا بعرف انه نحن الشعب السوري قوايا طبعا، وما بيخوفنا شيء. تمام. شكرا كثير لك دكتور. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا قناه سما. وخلونا هلا نرجع على فقرات دوز.